لا نتصور الجزائر إلا واحدة وموحدة، ولا يمكن للجزائر إلا أن تكون واحدة موحدة، وأننا مستعدين أن نقاتل بالكلمة وبالسلاح إذا التزم أو لزم الأمر على أي شبر من الجزائر. وبالتالي كل الدعوات الانفصالية نحن ضدها مهما كان فاعلها أو قائلها أو مبرراتها. نحن نريد أن نسترجع الجزائر لكل الجزائريين، وليس أن تقسم هنا أو هناك بدعاوي مضلة وضالة ومدفوعة من قوى داخلية وخارجية.